نحمدك ربنا حمدا كثيرا على أن رفعت من قدر عبادك الصائمين إلى مستوى الملائكة المقربين في ساحة الله رب العالمين. ولا يسعنا في البداية إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزق أمتنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، وأن ينعم على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بموفور الصحة والعافية. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذا اللقاء الذي أشرف مع عالم جليل وأخ فاضل، علينا أن نقف مع تلك اللمحة الربانية. رمضان شهر الجود، شهر الكرم، من أين أتينا بهذا المفهوم؟ من سيدنا رسول الله حين كان يعد العدة لاستقبال رمضان. وفي المشهور عن سيدنا سلمان قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير كان كمن أدى الفريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر الرحمة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه من رزق المؤمن. كل المعاني الجميلة دي بتؤكد على أن رمضان له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة عن بقية العام. ولذلك من كثرة جود النبي وكرم النبي، فشهد الصحابة أن السائل كان يدخل على رسول الله فيعطيه، فيدخل آخر فيعطيه، فيدخل ثالث فيعطيه، حتى إذا ما نفد ما عند النبي من مال قال لمن يسأل: اشتري من فلان وأعلمه أن الذي سيسدد له إنما هو رسول الله. سيدنا عمر يتعجب ويقول له: يا رسول الله، هون على نفسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما تقول لصاحبنا؟ فيقول: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكانت ابتسامة النبي بمثابة الإقرار الذي نعتمد عليه في السنة عن النبي، أن هذا هو الأفضل، أن نسع الناس بالكرم وبالجود وبأن نضاعف لهم في الصدقات. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، ولتقوية اللحمة بين أبناء المجتمع كان لزاما على الأغنياء أن يخرجوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من تلك الأموال. وعندنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولكي نجمع بين الآيتين، فالآية التي وردت فيها كلمة معلوم تتحدث عن الزكاة المحددة القدر، وهي الزكاة المفروضة. أما الآية التي لم تأتي بتلك الكلمة وقال الله فيها: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي تتحدث عن فضول الأموال وعن الزوائد وعن الصدقات وعن النوافل، لعل الله تبارك وتعالى أن يرى هذا العمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى فيخفف عنا ما نحن فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم، وكان شديد الجود، وكان أكرم من الريح المرسلة، وخاصة إذا ما دخل رمضان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواصل مع الصحابة بإطعام الطعام وإفشاء السلام. البعض بيرى أن الجود مقتصر على النفقة المالية، وهذا فهم يختزل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الجود يتسع لكي يشمل أن تلقى أخاك بوجه طلق. إحنا النهاردة عندنا أن الابتسامة من مميزات المجتمع الأمريكي، لماذا؟ لأن دايما كده في العرف الأمريكي لما يقابلك يبتسم، سبحان الله، وكأننا لم نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحانك يا رب. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على تلك المعاني: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مهما أنفقنا فلن ننفق على عباد الله الذين خلقهم الله من حولنا، فسعوهم بأخلاقكم. المؤمن الهين اللين، ولا أستطيع أن أتحدث عن الجود والكرم وعن البذل والعطاء وأنا لا أرى تلك الصورة التي أراد الله أن يرسمها في رمضان. فأنت حينما تصوم لله تبارك وتعالى في هذا الشهر وتتخلى عن الطعام والشراب وسائر الشهوات الدنيوية، أيضا أنت مهيأ في هذه الحالة الإيمانية لكي يرتفع عندك ما هو أفضل، الجانب الروحي. وخلينا وإحنا بنجدد الخطاب الديني نعلم الناس أمر في غاية الأهمية. زمان كان دايما يقول الشرق بيعتمد على الروح وعلى الإيمان والغرب مادي، وكأننا لا يجب أن نكون ممن لهم يد في عالم الماديات، وهذا فهم خاطئ، لأن الإنسان منا يجب أن يجمع بين المادة والروح كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهنا لزاما علينا أن نعلم الناس أن العمل هو الذي يجعل منك مواطنا صالحا تستطيع أن تعطي وأن تمنح الناس وأن تعطف على الأرامل وعلى المساكين. أيضا لما للجود والكرم من أهمية ربما يغفل بعض الناس. بعض الناس متخيل أنه مجرد ما أدى الصلاة 5 أوقات خلاص الله قبل مني الطاعة. أقول لك على مفاجأة، في الحديث القدسي الله تبارك وتعالى يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين. يعني بذل ما في وسعه من مال وطاقة لمساعدة المساكين، ورحم المسكين، وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب. وها هو بيت النبوة، حينما نقرأ في الرواية الشهيرة أن سيدنا علي حينما طرق الباب وقام فوجد مسكينا من مساكين المسلمين فمنحه ما معه من الرغيف الأول، ثم يأتي أسير من أسارى من أسرى المسلمين ويقول: أسير يا آل بيت رسول الله، يتيم يا آل بيت رسول الله، وعند ذلك يتصدق ب3 أرغفة ولا يوجد غيرها في بيت فاطمة بنت من؟ بنت خير الخلق وحبيب الحق وأول شافع وخير مشفع، ومن بيده لواء الحمد يوم العرض على جبار السماوات والأرض، وهو الله جل جلاله. تخيلوا، تخيلوا إلى هذا الحد وصل البذل والإيثار. وعند ذلك يأتي جبريل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذا على مستوى الأفراد. على مستوى المجتمع كان لرجال الأعمال في عهد رسول الله دورا بارزا مهما. فحينما أراد النبي أن يجهز الجيش وجدنا أن هناك حالة من التنافس بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبين سيدنا أبو بكر الصديق. يأتي سيدنا عمر
ويقول في نفسه إن أبا بكر رجل شديد الثراء، وربما بسبب حبه للنفقة سيأتي بربع ماله. يوم سيدنا عمر يدخل على النبي بنصف ما يملك، وإذ بالصديق يأتي بكل ماله ويضعه بين يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رواية تقول لنا إن عبد الله بن أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر كان يأتي خلف سيدنا أبو بكر وهو يصرخ وكأنه بيقول إن بيتنا اتخرب. ليه؟ لأن أبو بكر ابني أتى بكل ما يملك ووضعه بين يدي صاحبه، فما كان من النبي إلا أن قال له: يا أبا بكر، ما الذي حملك على هذا؟ فسكت الصديق: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك وذويك؟ فنطق في التو واللحظة وقال: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله. ودي بقى مش حال الدروشة، بالعكس ده حالة إيمانية مبنية على فهم مستنير لكتاب الله. إزاي الكلام ده بعد ما نوحد الله؟ أراد سيدنا الصديق أن يعلمنا أن الذي يعطي هو الله، وأن الذي يمنع هو الله، وأن الذي يعز هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الكرم وهذا الجود منبعه من شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأثير رسول الله في تلك البيئة. وجدنا سيدنا عثمان يشتري البئر، ودي كلها إطلالة على الدور المجتمع المدني. الفجوة اللي بين العرب وبين أوروبا النهاردة مردها إيه وسببها الأول إيه؟ أنهم آمنوا بالعمل المدني، العمل المجتمعي، وجعلوه ثقافة وآمنوا بهذه النظرية وطبقوها. هذه الأمة لن تقوم لها قائمة بالحكومات فقط، ولكن لابد من تفعيل دور المجتمع المدني لكي يكون مسانداً ومعاوناً ومؤيداً لحركة الوطن الذي يتطلع إلى حالة من حالات السمو والرفع. فإذا كان حال الأفراد كما وصفهم النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وإذا كانت حالة المجتمع الاقتصادية من أصحاب رؤوس الأموال هي حالة من يعي قيمة الوطن وقيمة المواطنة التي تعني المشاركة المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد، ويترتب على تلك المشاركة أنك تحدث ألفة وحالة من اللحمة الواحدة بين أبناء الأمم. هل تعلمون أيها المشاهدون الكرام أن الجود يعد من أبواب الأمن القومي؟ لأن اللي بيحمينا مش الكومباوند اللي احنا بنعيش فيه، اللي بيحمينا حالة التعاطف، الأخذ بيد الضعيف، أن أبذل ما في وسعي لكي أأخذ بيد المسكين والأرملة واليتيم. ولذلك كان معيار النبي لكي يحفز على الجود: خير بيت في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. تخيلوا، لم يقل أغناكم ولا أقواكم، ولكن تلك البيوت العامرة بالإيمان التي تؤمن بأهمية الصدقة، التي هي على يقين من أن هذا يعد مالا إن لم نخرجه تحول إلى كسب حرام، مع إني أنا اللي تعبت فيه، ولكن قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تلك الثقافة نريد أن نعود إليها، ونريد أن نؤصل لها، ونريد أن نربي ثقافة الوقف التي غابت الآن عن فهم المسلمين. سبحان الله، جميع مساجدنا الكبيرة، لما تشوف المساجد العامرة دي كلها إيه؟ بأسباب الوقف. كل المنشآت والأراضي الزراعية الجميلة الطيبة دي كلها إيه؟ وقف. إيه الوقف هنا معناه إيه؟ معناه أنني لا أعيش وحدي منفردا في دنيا الناس،
ولكنني أريد أن أطعم الطعام. النهاردة وإحنا بنستشهد بنيجي نقول ما رأيكم في رجل مثل بيل جيتس وهو ينفق بثراء على البحث العلمي؟ نحن أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى النبع الصافي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كرس حياته كلها لله سبحانه وتعالى. معنى الوقت؟ نعم. وهنا لزاما علينا أن ندرك أولا أن أهمية الصدقة لابد أن تبدأ بأن نجعلها ثقافة مجتمعية، بأن يعود للوقف ما كان له من فهم، يعود للناس أيضا قيمة العمل التطوعي وقيمة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أناسا اختصهم لقضاء حوائج الناس يلجأ إليهم الناس في حوائجهم فطوبى لهم أولئك الآمنون من عذاب الله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. شوفوا الرواية جميلة قد إيه. أنت عايز تنتسب لله، عايز تنتسب لرسول الله، لا تتخيل أن النسب بأن أنا أقول أنا فلان ابن فلان عم، أبدا أبدا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما كنت مبادرا، كلما آمنت بروح المبادرة، ودي برضو روح إحنا مفتقدينها في هذه الأيام، محتاجين مبادرات شبابية. أديكم مثال الأمطار الشديدة التي تعرضت لها البلاد، شفنا كان دايما الصورة الذهنية عن شبابنا إيه؟ الشباب بقى اللي بيركب العربيات الفارهة، اللي هو عايش في الكومباوند المنعزل عن المجتمع. لقينا صورة مضيئة، لقينا مجموعة من الشباب بتتكتل على وسائل التواصل السوشيال ميديا وبتعمل حاجة مهمة جدا، بتقول يلا يا جماعة نحاول نقف جنب كل واحد صاحب عربية عربيته تعطلت في بركة من برك المياه، ويبتدي يتقدم واحد واثنين وتتعطل سبحان الله سيارتهم. كل ده ليه؟ حبا في الله وطمعا فيما عند الله. ونحن الآن في رمضان، في أيام النفحات، في أيام الجود، في أيام الكرم، في الأيام التي وصف فيها رسول الله بأنه كان أجود من الريح المرسلة، في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد أيضا فيها لاستقبال العيد ويقول للصحابة إيه؟ أغنوهم أي الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. فيجب على المحتاج أن يشعر بالعزة وبالكرامة. ليه؟ لأن له إخوانا يساندونه ويتعاونون معه على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. علينا أن ننظر إلى المستشفيات، وفي ظل جائحة كورونا علينا أن نتذكر جميعا أن الحاجة ماسة الآن إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي وإطعام الطعام. والكلام ده ليه سند شرعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد الكرب على الناس أخذ الزكاة مقدما من سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيديله السنة اللي فاتت، قال له لا واللي جاية كمان ادفعها بالمرة. ليه؟ لأننا الآن نمر بضائقة، نمر بشدة. وشفنا سيدنا عمر رضوان الله عليه أيضا في عام الرمادة حينما أيضا كان يبدأ بنفسه وكان يحدث نقلة نوعية لهؤلاء الذين منحهم الله تعالى المال ومنحهم الله تبارك وتعالى من كرمه وجوده العطاء الواسع. فعلى رجال الأعمال في أيامنا أن يكونوا يدا واحدة مع المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، ده امتداد لما كرسه وغرسه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى الكرم يقول لك خيركم خيركم لأهله. لو أن كل واحد منا تفحص عائلته، بص في العيلة بتاعته، وبدأ يمد يد العون إلى الفرع الضعيف في هذه العائلة، لن تجد فقيرا ولن تجد محتاجا. وهنا هياخد الأجر مضاعف، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم كما بشر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى،
أراد النبي من خلال ما نزل عليه من كتاب ربنا أن يعلمنا أن الصدقة لذاتها ما هيش المقصودة، ولكن فلسفة الشعيرة الدينية أن تسمو بالقيم الأخلاقية. إحنا في رمضان بنصوم، سبحان من أجزل العطاء للصائمين ورفع درجتهم إلى أعلى عليين. ليه؟ لكي تسمو همم المؤمنين الموحدين من أمة النبي الأمين إلى مستوى الملائكة المقربين. الحالة الرمضانية ليه الجود أكتر؟ لأنك تخلصت من الناحية المادية، أضعفت الشهوات وأضعفت الميل إلى ملذات الحياة، وأقبلت على الله تبارك وتعالى. وما من يوم إلا والملائكة تدعو لكل متصدق بأن يبارك الله له تبارك وتعالى في ماله، وتدعو كذلك على كل من بخل على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى أبناء السبيل. ما أحوجنا في أيامنا المباركة هذه وفي تلك الليالي إلى أن نتواصى مع الفقراء، وأن نبذل كل ما في الوس من أجل إطعام الطعام ومن أجل إنصاف هؤلاء المرضى في المستشفيات. وشفنا أفكار عديدة جميلة جدا طيبة، المجال لا يتسع لذكرها، ولكن علينا أن نوزع في صنوف الخير المتعددة، سواء كانت منشأة صحية كالمستشفيات، أو سقي الماء كما نرى في بعض البرامج التي تهتم بهذا من خلال بعض الجمعيات التي تتبع المجتمع المدني، وإطعام الفقراء والمساكين وكسوة اليتامى. ما أحوجنا إلى كل صنوف الطاعة. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ما نقص مال من صدقة. تلك هي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها أن تكون نبراسا لنا في دنيا الناس، كي نخرج منها بصدقة يرفعها الله تبارك وتعالى ويقبلها منا. وحين نتحدث عن رمضان ونزكي الجود والكرم في رمضان، فهذا من باب مضاعفة الصدقات ومحاولة التنافس، لأن الله قال في كتابه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحنا على مدار العام علينا جميعا أن نكون لحمة واحدة، كما تفضل فضيلة الإمام، جسد واحد، انطلاقا من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن دائما وأبدا علينا أن ندرك أن الأمر بالجود والكرم ليس قاصرا على رمضان، ودليلنا على ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس منا من بات شبعان وله جار جائع. الصدقة كده مش حاجة أنا بتخلص منها بسرعة، لا، لازم أبذل جهد وأحاول أن أنا أتحقق من أحوج الناس إلى تلك الصدقة، وأبذل المزيد من السعي والجهد على مدار العام. وكلنا بنشوف أن احنا ما بين إنشاء مستشفى، ما بين بناء مسجد، ما بين محاولة لتوصيل بعض عمارة البيوت، زي ما بنشوف إخواتنا كده في البرامج في الصعيد في الريف، تجهيز بعض العرايس اليتامى، إن احنا نقف برضو جنبهم ونساعد بلا إسراف. يعني النهي عن الإسراف أمر في غاية الأهمية، ربما يكون له لقاء آخر إن شاء الله.